هنا القاهرة الإخبارية، أهلا بكم معنا في هذه التغطية المباشرة معكم. في نبأ عاجل أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة 10 جنود بينهم 4 في حالة خطرة نتيجة لقصف صاروخي من قطاع غزة استهدف موقعا بالقرب من معبر كرم أبو سالم. وقد أكدت فصائل فلسطينية قصف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة كرم أبو سالم، كما أشارت الفصائل الفلسطينية إلى قصف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى. من رفح الفلسطينية، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بعد تحية بشير، إذن لك أن تحدثنا عن جديد هذه التطورات المتلاحقة وخاصة في إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في قصف. تحية لكم. يعني بالفعل كما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالقرب من موقع كرم أبو سالم إلى الشرق من مدينة رفح. هذه يعني هذا الإعلان هو جاء عقب يعني ما قيام الاحتلال الإسرائيلي بسقوط عدد من الصواريخ باتجاه تلك المنطقة، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية على الفور بعشرات القذائف باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح، والتي تنهال بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. أيضا استمع في هذه اللحظات إلى قيام المروحيات الإسرائيلية بالتحليق المكثف في أجواء مدينة رفح، والتي تقوم بين الفينة والأخرى إطلاق الرصاص بشكل مباشر باتجاه المناطق الشرقية لهذه المدينة. أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية هي تحلق بكثافة في أجواء القطاع بشكل عام، وتقوم في هذه الأثناء بشن غارات باتجاه حي السلام، وهي المنطقة القريبة من محيط معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم في المنطقة الشرقية لمدينة رفح. صورة الأوضاع هي صعبة حتى هذه اللحظة، هناك قصف مستمر من المدفعية الإسرائيلية، وهناك أيضا إطلاق نار متواصل من الآليات العسكرية الإسرائيلية ومن المروحيات التي تحلق بكثافة في أجواء مدينة رفح. هذا القصف الصاروخ الذي استهدف هذا التجمع للجنود الإسرائيليين، ماذا بحسب وسائل الإعلام أو المصادر الرسمية الإسرائيلية أسفر عن جرحى؟ وهل هناك قتلى جراء ما حدث من هذا القصف؟ يعني حسب ما تحدثت به وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف الصاروخي أسفر عن إصابة 10 جنود إسرائيليين من بينهم 4 بحالة الخطر، بالإضافة إلى مقتل جنديين 2 على الأقل. الأمر يشير أن الحدث الأمني هناك صعب للغاية، وهو ما استدعى الاحتلال الإسرائيلي يعني استدعاء الطائرات المروحية لإسعاف الجنود والمصابين الذين أصيبوا جراء هذا القصف على موقعا بالقرب من معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح. طيب، يعني فصائل فلسطينية بشير تحدثت على أنها هي التي قصفت هذه التجمعات للجنود الإسرائيليين، فماذا عن مسار هذا الذي حدث وأيضا تأكيد ما قالته الفصائل الفلسطينية؟ هل تسمعني بشير؟ بشير، وأنت تحدثنا نعرض تحليق لطيران المروحي الحربي الإسرائيلي في المنطقة التي أشارت فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه تم استهداف هذه المنطقة بقصف صاروخي من قطاع غزة، وهذا القصف الصاروخي استهدف موقعا بالقرب من معبر كرم أبو سالم. وفي المشاهد التي نعرضها عبر شاشة القاهرة الإخبارية، مروحيات الطيران الإسرائيلي وهي تحلق فيما يبدو وهي تقصف محيط هذه المنطقة التي تعرضت إلى قصف صاروخي بوجود تجمع للجنود الإسرائيليين، حيث أكدت فصائل فلسطينية أنها هي التي قصفت هذا التجمع للجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة كرم أبو سالم. أشارت الفصائل الفلسطينية إلى
قصف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107. هذه صواريخ هي صواريخ قصيرة المدى. لو تسمعنا بشير التأكيدات التي جاءت من خلال ما قالته الفصائل الفلسطينية على أنها هي التي قصفت هذا التجمع للجنود الإسرائيليين، فصحة هذه التأكيدات أو مسار هذه التأكيدات؟ يعني بالفعل أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تمكنت من إطلاق صواريخ من نوع راجم باتجاه هذه القوات الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من موقع كرم أبو سالم. أكثر من 20 صاروخا كما قالت المقاومة الفلسطينية أطلقتها باتجاه الجنود. أيضا في عملية مشتركة لأكثر من فصيل فلسطيني أكد بأنه طيب يعني ابقى معي بشير، ابقى معي لأن آخر التحديث في هذا الذي حدث، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحدث في الجانب الإسرائيلي من كرم أبو سالم غير عادي، مشيرة إلى أن الجيش استدعى مروحيات لنقل المصابين. أعود إليك مرة أخرى بشير، وبحسب التأكيدات الإسرائيلية أن الحدث حدث غير عادي، بمعنى أن الحدث استثنائي وقد يحدث في مرات نادرة. فماذا عن طبيعة ما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن هذا الحدث حدث غير عادي، فماذا يمثل هذا؟ يعني في الأمور المشابهة لمثل هذه الأحداث تحاول يعني إسرائيل بأن تضع تكتيما إعلاميا على ما يدور في المناطق المستهدفة، ولكن هذا الحدث هو حدث خطير بدليل أن الاحتلال الإسرائيلي قام باستدعاء الطائرات المروحية لإسعاف الجنود والمصابين من تلك المنطقة. هذا التدخل يؤدي بالدليل القاطع بأن هناك إصابات صعبة ومؤكدة أكد في صفوف الجنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك مقتل 2 على الأقل من الجنود والعشرات من المصابين الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا الموقع قرب معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. لكن ماذا يعني بشير أن يعني جيش الاحتلال يتحدث على أن هذا الحدث الذي وقع هو حدث غير عادي؟ هل نتيجة لطبيعة المنطقة، لأنها مثلا تقع بجوار منطقة عسكرية، أم أن أيضا التوقيت، أم أن يعني وقوع الإصابات الكثيرة والقتلى في نفس اللحظة هو الذي سمى جيش الاحتلال أن هذا الحدث هو حدث غير عادي؟ يعني طبيعة معبر كرم أبو سالم والمنطقة المحيطة موقع كرم أبو سالم هو منطقة حدودية شرقية نائية عن السكان أو المستوطنات كمان في غزة، هي منطقة بعيدة عسكرية تماما يتحصن بها العديد من الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بمهام حراسة المنطقة الحدودية. هذا القصف الإسرائيلي المكثف القصف من المقاومة الفلسطينية المكثف باتجاه تلك المنطقة هو يعني اختراق لهذه القوة العسكرية المحصنة وإيقاع خسائر فادحة في صفوف الجنود والموقع العسكري. هذا يؤدي بالدليل القاطع بأن هناك فشلا أمنيا وعسكريا يحيط بتلك المنطقة، وأن تتمكن المقاومة من إيقاع هذه الخسائر الفادحة في صفوف الفلسطينيين. هذا موقف يحسب للمقاومة الفلسطينية ودليل فشل آخر للاحتلال الإسرائيلي في حماية جنوده من الاستهداف المتواصل من المقاومة. نعم، يعني ماذا يعني هذا أو ما يمثل من تفاصيل في هذا المسار؟ لأن الجيش الاحتلال الإسرائيلي دائما يتحدث عن أنه قضى على المقاومة الفلسطينية في أكثر من مكان في قطاع غزة، ويعني تصريح أو تأكيد الفصائل الفلسطينية بأنها هي التي استهدفت هذا المكان، ماذا يعني بالنسبة أو يمثل بالنسبة للفصائل الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة؟ يعني بالفعل نحن نتحدث عن 212 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة التي دمرت مناحي الحياة هنا، وكذلك كما يقول الاحتلال الإسرائيلي بأنه تمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية، لكن اليوم المقاومة الفلسطينية تثبت مجددا أن لها حضور على الأرض من خلال هذا الحدث الأمني الصعب الذي أوقعته في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو سالم شرق مدينة
رفح، وأيضا من خلال قصفها للحشود المتمركزة في وسط قطاع غزة، حيث القوات التي تقوم بمهمة فصل شمال القطاع عن جنوبه بإسقاطها بعدد كبير من الصواريخ من نوع 107. هذا القصف الصاروخي يؤكد بالدليل القاطع بأن المقاومة الفلسطينية لا زالت تتصدى للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في أكثر من محور وفي أكثر من مكان. طيب دائما ما يعني عندما تأتي استهدافات أو قصف من قبل الفصائل أو المقاومة الفلسطينية بشير، دائما يبقى في الأفق أيضا قصف من الجانب الإسرائيلي إلى أكثر من مكان، وخاصة قصف للمدنيين العزل في قطاع غزة، فما المتوقع بالنسبة لهذا الأمر؟ يعني منذ اللحظة الأولى لعملية القصف قامت القوات الإسرائيلية والمدفعيات وطيران الحرب الإسرائيلي باستهداف مكثف للمنطقة الشرقية لمدينة رفح. المدفعية لم تتوقف حتى هذه اللحظة عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه مناطق الشرقية لمحافظة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وكذلك من الطائرات الحربية الإسرائيلية. هذا يعني يدل أن هناك تخوفا أيضا من أن تقوم القوات الإسرائيلية من شن عملية عسكرية على الأقل في محيط المنطقة الشرقية لمدينة رفح، خصوصا أن هناك آليات عسكرية يعني تستمر في التواجد بشكل دائم باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح. أيضا هذا يؤكد لوجود طائرات الاستطلاع التي زادت في الساعات الأخيرة من تحليقها بشكل مكثف وشكل واضح في أجواء هذه المدينة. نحن مقبلون على ساعات قد تكون صعبة باتجاه هذه المدينة، مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. قد ينفذ الاحتلال الإسرائيلي نوعا من جرائم الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين المتواجدين هنا في هذه المدينة. طيب في مثل هكذا حادث عندما يتم طبعا كما قلت بشير طيران الاحتلال المروحي الإسرائيلي الحربي يقوم بضربات يعني أو استهدافات في محيط هذه العملية التي تمت من قبل الفصائل الفلسطينية، هل في نفس الوقت هناك تزامنا مع استهداف بالمدفعيات، أم أن فقط المروحيات الحربية الإسرائيلية هي التي تقوم بقصف محيط هذا المكان؟ يعني آليات الاحتلال الإسرائيلي بأنواعها، سواء المدفعية المتمركزة على الأرض سواء الطائرات من الجو، هي تقوم بالمشاركة في القصف والمستمر على تلك المناطق. قبل قليل انطلقت هنا من هنا سيارات الإسعاف باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح بحثا عن وجود مصابين أو شهداء من الفلسطينيين جراء هذا القصف الذي لم يتوقف طيلة خلال النصف ساعة الماضية منذ وقوع الحدث حتى هذه اللحظة باتجاه تلك المناطق. قد يحمل الساعات القليلة القادمة نوعا من الوضوح فيما ستستمر هذه العملية العسكرية المكثفة باتجاه مدينة رفح، أو من خلال وصول شهداء ومصابين قد وقعوا جراء هذه الغارات العنيفة والمتواصلة باتجاه مدينة رفح. طيب يعني عندما حدث هذا الحادث، هل هناك أنباء مثلا تشير إلى قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي للأماكن التي تعبر إليها أو تسير فيها المركبات المختلفة أو حتى المواطنين المارين إلى هذه المنطقة؟ هل يتم في هذه اللحظات قطع مثلا الطريق حتى يمكن تأمينه؟ ماذا يتم؟ يعني المكان المستهدف والأماكن التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها في المناطق الشرقية هي قريبة من معبر رفح البري ومن معبر كرم أبو سالم البري. هذه كل الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة باتت في خطر شديد، خصوصا أن القذائف هناك تتساقط بشكل عشوائي باتجاه الأراضي والطرقات ومنازل المواطنين، وهناك خطورة على حياة الفلسطينيين سواء المتواجدين وسكان تلك المنطقة أو على سيارات الإسعاف والطواقم الإغاثية التي انطلقت على الفور باتجاه تلك المنطقة بحثا عن ناجين أو يعني فلسطينيين قد أصيبوا أو استشهدوا جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة. المنطقة الآن باتت منطقة صعبة للغاية، ولا يستطيع الفلسطينيون من الدخول والخروج إليها نظرا لكثافة النيران والقصف المدفعي المتواصل على تلك المنطقة. طيب نتيجة لهذا الاستهداف كما قلنا وهذا القصف والتخوف أو التوقع
من ردة الفعل الإسرائيلية تجاه ما حدث؟ يعني هل تبدو لديك الاستعدادات واضحة لمثلا لاستقبال مصابين أو جرحى أو حتى شهداء تحسبا لما يمكن أن يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من قصف بالطائرات وكما قلنا بشير يمكن أن يتم أيضا استهداف بالمدفعيات والدبابات الأرضية؟ بالفعل يعني هنا المستشفيات وطواقم الإسعاف بدأت بالفعل بالتحرك والتجهيز يعني في حال ورد إصابات أو لا سمح الله شهداء إلى هذه المنطقة ولهذه المستشفيات جراء هذا القصف العنيف والمتواصل والعشوائي باتجاه المناطق الشرقية. هذا القصف يعني جاء بعد فترة من أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات على هدوء وتوقف المدفعية عن القصف في المناطق الشرقية، وهو ما قد يكون قد عاد بعض السكان إلى تلك المناطق. عادت المدفعية عقب هذا الحادث إلى القصف بشكل عنيف ومتواصل، وهو ما ينذر يعني جريمة قد ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين الذين لا زالوا يتواجدون في منازلهم في المناطق الشرقية وخصوصا المناطق الحدودية لمدينة رفح. مدينة رفح معظم المباني الشرقية في هذه المدينة قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، وهي بالتالي قد تتعرض لضرر ولقصف كبير جراء هذه القذافة النارية من الآليات العسكرية الإسرائيلية ومن المدفعية الإسرائيلية التي تقوم بالقصف بشكل مستمر باتجاه المناطق الشرقية لرفح. طيب تأثير ما حدث وتداعياته على دخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، وخاصة أن هناك مساعدات تمر من معبر كرم أبو سالم، يعني وخاصة فيما يتعلق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أو قد تقوم بغلق المنافذ المختلفة لدخول هذه المساعدات، بشير ما التأثير الذي يترتب عليه في دخول هذه المساعدات إلى أهالي قطاع غزة بعد ردة الفعل الإسرائيلية التي يمكن أن تأتي؟ يعني حتى هذه اللحظة لا زالت المساعدات والشاحنات تمر من هذا الطريق باتجاه مدينة رفح، هي أتت من شارع ومن معبر رفح البري باتجاه قطاع غزة. قد تسفر الساعات القادمة عن إغلاق محتمل لمعبر كرم أبو سالم وهو منع إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بحجة الحدث الأمني الذي حدث في تلك المنطقة ومنع يعني إيصال المساعدات الفلسطينية للفلسطينيين، المساعدات الدولية للفلسطينيين المتواجدين في قطاع غزة. في مثل هذه الحالة وبناء على تجارب سابقة كان الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بوجود الحجج الأمنية والأحداث الأمنية لإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع، وهو قد يؤثر بالتأكيد وبشكل واضح على استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة وحركتها الانسيابية باتجاه تأمين شريان الحياة للنازحين الفلسطينيين. ابقى معي بشير لأننا سوف نتجه حول التداعيات وما حدث إلى القدس المحتلة. مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية معنا مباشرة الآن. أحييك دانا، وكما نعلم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى إصابة 10 جنود بينهم 4 في حالة خطرة نتيجة لقصف صاروخي من قطاع غزة استهدف موقعا بالقرب من معبر كرم أبو سالم، فما التفاصيل لديك إلى الآن؟ بالفعل هنالك العديد من الاختلافات والأنباء المتضاربة حول هذا الحادث، وخاصة فيما يتعلق بعدد الإصابات. القناة 12 الإسرائيلية تقول أن هنالك ارتفاع في عدد المصابين إلى 7 إصابات، منها 3 وصفت بالخطيرة، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى إسرائيلية عن أعداد مختلفة من الإصابات. أما المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي فقال بأن هنالك عدد من الإصابات في عملية كرم أبو سالم خطيرة، وأن الإصابات الخطيرة في عملية كرم أبو سالم كانت ناجمة على ما يبدو من سقوط شظايا القذائف. والجيش الإسرائيلي في بيان رسمي على لسان المتحدث باسمه كان قد قال بأن هنالك صلية من الرشقات الصاروخية قدرت ب10 صواريخ كانت قد أطلقت من منطقة رفح تحديدا كما يقول نحو المنطقة المقابلة لكرم أبو سالم، وهي المنطقة التي تقع في غلاف غزة.
هذا يعني بأن الإصابات تقع في داخل الأراضي والحدود الإسرائيلية، والتي ردا عليها قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هنالك يعني العديد من العمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظة ردا على هجوم كرم أبو سالم، وأن مدفعية الاحتلال تقوم باستهداف المنطقة التي أطلقت منها هذه الرشقات الصاروخية. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن معبر كرم أبو سالم مع غزة مغلق حاليا أمام شاحنات المساعدات بعد تعرضه لإطلاق النار، ولربما هذا يكون المبرر والدافع للعديد من التصريحات التحريضية للبدء في شن العملية العسكرية البرية في رفح، وهذا ما كان على لسان وزيرة الاستيطان الإسرائيلية الآن في خبر عاجل، والتي دعت لبدء العملية العسكرية في رفح ردا على عملية كرم أبو سالم هناك. كما أن هنالك مقاطع فيديو أظهرت لقطات من نقل مروحيات الاحتلال الإسرائيلية لجنود مصابين بعد قصف موقع كرم أبو سالم قرب قطاع غزة، ولربما هنالك ربط في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مؤخرا بالحديث بأن هنالك حشود وأعداد كبيرة من الدبابات، وأن بلينكين في زيارته الأخيرة كان قد شاهد هذه الدبابات، لذلك هنالك ربط في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعد تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأخيرة بأن هنالك حشود كبيرة من الدبابات تستعد للعملية العسكرية، أعطت رسائل لفصائل المقاومة بأن هنالك جنود وبأن هنالك دبابات إسرائيلية فتمت عمليات القصف الأخيرة. طيب يعني لماذا لكن دانا وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن هذا الحادث في كرم أبو سالم هو حادث غير عادي، مع أن كما قلت عدد الإصابات لا يرقى إلى مستوى يعني أحداث حدثت قبل ذلك؟ لأنها تمت في داخل الأراضي والحدود الإسرائيلية ومنطقة غلاف غزة، أنت تعلم أنها لا منذ اللحظة الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، وأن هنالك تصعيد وتعزيزات أمنية واعتبارها منطقة عسكرية تلك المنطقة. هذا يعني بأن فصائل المقاومة في قطاع غزة كانت قد رصدت تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحركات الدبابات الإسرائيلية عند الحدود، وهذا يعني إخفاق استراتيجي وأمني جديد إسرائيلي فيما يتعلق في المنطقة تحديدا، وخاصة أنه كان هنالك فتح لهذا المعبر لإدخال المساعدات، والذي لا يتم إلا بوجود حراسة شرطية ومن جيش الاحتلال مشددة ومعززة، وهذا يعني بأن لربما ما تقوله وما يزعم الاحتلال في خلال بياناتها بأن ما زال هنالك ألوية قادرة على العمل ولديها ما يكفي من القدرات العسكرية، وهذا ما يبدد كل النصر الذي يتغنى فيه بنيامين نتنياهو بأنه أجهد على القدرات العسكرية لحركة حماس وبأن تحقيق أهداف الحرب ما زال مستمر في المنطقة. وسائل الإعلام تقول بأن هنالك تقييدات وأوامر عسكرية من الرقابة العسكرية الإسرائيلية بعدم الإبداء والإطلاع عن أي معلومات، كون هذا الموضوع يحمل تبعيات ورسائل سياسية وليس فقط عسكرية، وخاصة أنه في منطقة كل الإعلام الإسرائيلي يحشد الآراء حول هذه العملية، وخاصة في التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى ضرورة اقتحام هذه المنطقة وتحديدا وتزامنا مع بدء التفاوض بحديث التوصفون. طيب يعني لكن أيضا يعني الحديث حول أن هذا الذي حدث هو حدث غير عادي، هل هذا له علاقة مثلا بالتوقيت أم أنه له علاقة بالمكان، بأن هذه المنطقة في كرم أبو سالم تقع فيها منطقة عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي؟ بالفعل، وهذا ما تحدثنا عنه بأن أهمية هذه العملية وخطورتها كما يتحدث عنها وتتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية تأتي تزامنا مع المباحثات والمفاوضات الجارية للبدء في إطار تفاهم يفضي إلى صفقة تبادل، وتحديدا في المكان الجغرافي لهذه العملية. معبر كرم أبو سالم أو السقوط أو السقطات الصاروخية والشظايا الصاروخية التي وقعت في هذه المنطقة لم تقع داخل حدود قطاع غزة، بل أنها وقعت في منطقة غلاف غزة، في منطقة مستوطنات غلاف غزة المخلاة أصلا منذ السابع من أكتوبر، والذي كان هنالك قرار من قبل جيش الاحتلال بتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتم إزداء ما يزيد على 60 ألف
مستوطن من هذه المنطقة، وتحاول الحكومة الإسرائيلية إقناع السكان هناك المستوطنين هناك من العودة إلى المنطقة، كونها أصبحت منطقة آمنة وكون جيش الاحتلال بدأ في بناء جدار أمني عازل يحمي مستوطنات الغلاف، وبأن لن يكون هنالك تهديد آخر على سكان مستوطنات غزة. العملية هذه الأخيرة، وصول 10 صواريخ في دفعة وفي رشقة صاروخية واحدة، حتى وإن كان هنالك اعتراض لهذه الرشقات الصاروخية إلا أنها سقطت بالفعل، وأن الإصابات ليست في صفوف المستوطنين أو سكان المنطقة هناك، بل في صفوف جنود الاحتلال المتواجدين في هذه المنطقة العسكرية، هذا يجعل الحادثة في غير العادية كما وصفت في وسائل الإعلام. طيب دانا، يعني الخلافات الواضحة في الكابينت وفي مجلس الحرب أو حكومة الطار الإسرائيلية أصبحت واضحة. هناك مثلا من يتحدث حول أهمية وقف الحرب على قطاع غزة، هناك من يتحدث من المتطرفين في الحكومة على استمرار هذه الحرب إلى آخر مدى، فما تأثير مثل هكذا حادثة على هذا الأمر؟ بالفعل ربما هذا يزيد الانشقاق والتصدع داخل كابينيت الحرب وداخل الكابينيت الموسع، وخاصة أنه في تمام الساعة 5 اليوم في توقيت القدس سيكون هنالك اجتماع لكابينيت الحرب لمباحثة صفقة التبادل وللتباحث أيضا في العملية البرية العسكرية في رفح، وخاصة ما ذكرناها اليوم في تغطياتنا السابقة ما نقلته يدعوت أحمد الإسرائيلية عن قادة الأمن العسكريين الإسرائيليين تغيير مواقفهم بأن أولويات الحرب يجب أن تكون مختلفة من خلال وضع ملف المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على نفسه وعلى سلم أولويات هذه الحكومة. هذا يجعل هذه العملية لربما تزيد هذا الانشقاق من جديد في داخل الحكومة، والقول بأن لربما المضي قدما في صفقة التبادل. نعم، أشكرك دانا أبو شمسية، وقد نعود إليك مرة أخرى في التطورات. أعود إلى رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أعود إليك بشير مرة أخرى، يعني ما الجديد أو المستحدث في هذا التطور الحادث لديك؟ لما استمع إلى السؤال جيدا أرجع عدد السؤال. أتحدث بشير عن آخر المستحدثات في هذا الحادث الذي وقع في منطقة كرم أبو سالم. يعني بالفعل قبل قليل أعلن عن إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية قد تحل في هذا القطاع جراء يعني هذا التوقف ولهذا الإعلان لوقف دخول الشاحنات إلى القطاع. أيضا لا زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بعمليات الإغارة باتجاه مناطق واسعة في رفح. قبل قليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أرضا زراعية بالقرب من معبر رفح البري بالقرب من الحدود المصرية، كذلك غارة أخرى في على أرض زراعية باتجاه وسط مدينة رفح أيضا باتجاه الحدود المصرية الفلسطينية. كما قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف عدد من الأماكن في بلدة الزوايدة في وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى القصف المدفعي المكثف باتجاه المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات، حيث محور يعني الشهداء هناك، حيث تقطع الآلية العسكرية الإسرائيلية شمال القطاع عن جنوبه. يعني بشير، أنت تحدثنا عرض خبر عاجل بأن رويترز وكالة رويترز تتحدث على أن فصائل فلسطينية هي التي تتحمل أو تعلن المسؤولية عن هذا الهجوم الذي حدث، وأن هذا الهجوم بالصواريخ تم في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني التأكيد هنا على أنه حدث في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال أو في محيط هذه القاعدة. بالفعل الحدث هو في قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق معبر كرم أبو سالم في داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي. هذا الموقع تم استهدافه من المقاومة الفلسطينية حسب ما أكدت عبر بياناتها، وأنها تمكنت من اسمح لي بشير أقول هذا الخبر يعني العاجل، فصائل فلسطينية تعلن مسؤوليتها عن هجوم بقذائف مورتر على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم مع استهداف قاعدة لجيش الاحتلال.
إذا مرة أخرى بشير، نتحدث على أن تأكيد هذا الخبر أنه تم استهداف قاعدة لجيش الاحتلال كما قلت في بداية هذا الخبر بالقرب من محيط قاعدة عسكرية، لكن تم التأكيد على أنه تم استهداف قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بالفعل هو ما أكدته بيانات فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها تمكنت من استهداف هذه القاعدة العسكرية التي تسمى كرم أبو سالم في إلى الشرق من مدينة رفح داخل الحدود الإسرائيلية. طيب عندما نتحدث حول استخدام الفصائل الفلسطينية لمثل كذا قذائف من نوع مورتر، ما الذي يؤشر إليه هذا بشير؟ يعني هذا البيان هو يحمل أيضا دليلا قاطعا بامتلاك المقاومة الفلسطينية أنواع مختلفة ومتطورة من الصواريخ التي تصل ويعني توقع خسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، وأنها لم تتأثر ولم يقضى عليها كما يقول الاحتلال الإسرائيلي بأنه تمكن من القضاء على قوة المقاومة خلال عدوانه على قطاع غزة. هي المقاومة ذاتها موجودة في قطاع غزة وتواصل عمليات القصف والتدمير للاحتلال الإسرائيلي سواء في المناطق داخل كيان الاحتلال أو في يعني دك الآليات العسكرية المتواجدة والمتوغلة في عدد من المحاور داخل قطاع غزة. يعني إذن هل هناك أماكن معينة تقوم الفصائل الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية بإخفاء مثل كذا صواريخ وقذائف؟ طبعا هذه الصواريخ والقذائف قد تكون بشكل واضح يعني يمكن أن توضح للعيان، هل هناك ثمة مثلا أماكن يتم من خلالها إخفاء مثل كذا صواريخ وقذائف وبالتالي يمكن استخدامها في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وقواعد العسكرية؟ يعني بالعادة المقاومة الفلسطينية لها أماكنها الخاصة وغير المعلومة للمواطنين الفلسطينيين في أماكن مختلفة في قطاع غزة لا يراها المواطن الفلسطيني. هي تستطيع من خلال هذه الأماكن يعني إخفاء الصواريخ وقدرتها الصاروخية ومواصلة عملها، وهي مناطق غير معروفة وغير محددة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. طيب التخوف من القادم، يعني ماذا عن ترقب المواطنين وأهالي قطاع غزة وخاصة في رفح الفلسطينية لمثل ما يمكن أن يحدث من عمليات انتقامية أو ردة فعل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه ما حدث؟ يعني حقيقة هناك خشية في صفوف المواطنين الفلسطينيين خصوصا بعد هذه الحادثة وفي ظل هذه الكثافة النارية الكبيرة من القذائف والقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية. هناك خشية من المواطنين الفلسطينيين وخصوصا في مدينة رفح من أن ينفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بشن عملية عسكرية واسعة ضد مدينة رفح على الأقل خصوصا في المناطق الشرقية لهذه المدينة، وهذه المدينة هي مكتظة بالنازحين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن 1.5 مليون نازح بالإضافة إلى سكان هذه المدينة الأصليين، وأي عملية عسكرية قد تقدم عليها إسرائيل انتقاما لهذا الحدث الأمني الصعب الذي تعرضت له سيؤدي بالتأكيد إلى وقوع مجازر وجرائم في صفوف الفلسطينيين المكتظين في هذه المدينة. وأيضا بالنسبة لإعلان جيش الاحتلال إلى أنه أغلق معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية طبعا في هذه اللحظات، ما الذي يعني هذا وخاصة في ظل المعاناة الإنسانية المتفاقمة لدى أهل قطاع غزة جراء عدم دخول المساعدات ومنعها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني وانا تتحدث عدد هذه الشاحنات جزء منها محمل ببعض المساعدات والعديد منها فارغ الحمولة، لم تستطع يعني الحصول على حمولتها من المساعدات وهي تعود أدراجها إلى قطاع غزة جراء هذا الإعلان لوقف معبر كرم أبو سالم. بعض الشاحنات التي لا زالت تمر محملة قد تكون قد دخلت عبر معبر رفح البري من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة
لتقديم مساعداتها للفلسطينيين هنا في قطاع غزة. ولكن على أي حال، في حال أوقف الاحتلال الإسرائيلي عمل هذا المعبر فإنه سينعكس سلبا على قدرة الفلسطينيين وحصولهم على احتياجاتهم والمساعدات اللازمة لهم الاستمرار في الصمود في قطاع غزة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المكثف على القطاع. طيب، وأنت متواجد في واحدة المستشفيات في رفح الفلسطينية بشير، ماذا عن حالة الطوارئ والاستعدادات التي يمكن أن تحدث لديك، وخاصة أيضا في المستشفيات العاملة أو التي تعمل في قطاع غزة ككل، تحسبا لاستهدافات لمدنيين وأهالي في قطاع غزة، وبالتالي تحسبا لوصول عدد مثلا من الجرحى والمصابين نتيجة لردة الفعل الإسرائيلية تجاه ما حدث؟ يعني حقيقة المستشفيات في مدينة رفح هي مستشفيات صغيرة نسبيا، لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من المرضى والجرحى. اليوم هما يعني هذه المستشفيات أتمت استعداداتها وجهوزيتها في حال شن الاحتلال عملية عسكرية ضد هذه المدينة، فإنه سيؤدي بالتأكيد لجرائم مرتكبة بحق الفلسطينيين. لن تستطيع هذه المستشفيات العاملة هنا على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى والمرضى، إلا أنهم يصرون على مواصلة العمل حتى تتوقف هذه المستشفيات وتتوقف قدرتها عن العمل بتاتا. اليوم هم يجرون كل الاستعدادات اللازمة في حال الاحتلال نفذ الاحتلال الإسرائيلي جرائم واسعة أو وصول شهداء ومصابين لتلقي العلاج في هذه المستشفيات. لكن للأسف إن توقفت هذه المستشفيات عن العمل لن تستطيع المنظومة الصحية في قطاع غزة تقديم الخدمات الطبية ولا العلاجية للمرضى والجرحى، وبالتالي سيكون مصير الآلاف من المرضى وكذلك من المصابين هو الموت المحقق لا سمح الله إذا توقفت هذه المستشفيات عن العمل. لكن في مثل هكذا حوادث يعني تحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده بشير، يعني ما الفترة الزمنية التي يمكن أن تستغرق حتى يقوم الاحتلال بردة الفعل؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي يبدأ على الفور بقصف الأماكن بشكل عشوائي، وهو ما حدث من خلال قصفه المكثف والعنيف والمستمر باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. قد يفصلنا عن ردود فعل الاحتلال ساعات أو أقل من ذلك ليكون هناك ردا عسكريا واسعا، وخصوصا أن هناك تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة بشكل عام وفي أجواء رفح على وجه التحديد، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع التي تحلق بكثافة والتي تنذر باقتراب عمليات عسكرية أو ما شابه من هذا القبيل في أجواء المدن التي تحلق بها بكثافة، بالإضافة إلى أيضا التحركات العسكرية الآليات العسكرية باتجاه الحدود الشرقية لمدينة رفح. يعني كان في بداية هذه الحرب طبعا واستمرارها على مدى 7 شهور على قطاع غزة، كان جيش الاحتلال بشير يعني يستهدف المناطق المتعددة في قطاع غزة بالطائرات الحربية من الجو، المدفعية أيضا من الأرض، كان أيضا يستخدم في استهدافه قذائف من البحر أيضا. يعني في مثل هكذا أمور، يعني هل هو يكتفي فقط بالاستهداف من الطيران الحرب الإسرائيلي أم ماذا ردا على هذا الحادث؟ يعني لا أعتقد أن هناك استكفاء من الطائرات الحربية الإسرائيلية، هو سيقوم وقام بالفعل بالقصف من المدفعية الإسرائيلية ومن الآليات الثقيلة المتواجدة في المناطق الشرقية لقطاع غزة. صبيحة هذا اليوم كان هناك استهداف متواصل من الزوارق، قد تعود هذه الزوارق لقصف المناطق الغربية لمدينة رفح، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على حياة النازحين الذين يكتظون في المناطق الغربية لمدينة رفح. أيضا خلال هذا الوقت وبعد هذا الحدث الأمني قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف عدد من المناطق والأراضي الزراعية في المناطق الجنوبية لمدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية. في العادة الاحتلال الإسرائيلي يدخر كل جهوده وكل قواته سواء البرية والبحرية والجوية في إيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف الفلسطينيين وارتكاب المجازر في حق المواطنين هم.
خطورة بشير أن جيش الاحتلال عندما يرد أنه لا يستهدف يعني الفصائل الفلسطينية أو الذين قاموا بهذا الحادث، لكنه الخطورة هنا تكمن في استهداف جيش الاحتلال سواء كان بالطائرات أو المدفعية أو الزورق البحرية كما قلنا لمواطنين عزل. بالفعل، وهو ما حدث طيلة أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما بدا واضحا بأن أكثر من 35 ألف شهيد و 77 ألف مصاب، معظمهم هم من النساء والأطفال. نحن نتحدث ما نسبتهم من 72% من الشهداء والمصابين هم نساء وأطفال. المجازر المرتكبة هي حق بحق العائلات والمنازل الفلسطينية والشوارع والطرقات والقطاعات الخدماتية. الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين الفلسطينيين، هو يقوم بمهاجمة الأماكن المدنية وإيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف المدنيين بهدف يعني مزيد من الضغط على الفلسطينيين وعلى القيادات السياسية للرضوخ على شروط الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتوقع بأن تكون هناك مجازر مروعة في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مدينة رفح، خصوصا أن هذه المدينة كما ذكرنا هي مكتظة بالفلسطينيين الذين لا يجدون أي مأوى آخر لهم للنزوح إليه في ظل نفذ الاحتلال الإسرائيلي هذه التهديدات ضد مدينة رفح. ما الذي يمكن أن يعني يرشح أو يأتي من تداعيات نتيجة لهذا الحادث؟ في طبعا نتحدث عن الخطورة التي يعني يمكن أن تكون على مدينة رفح الفلسطينية طوال الأشهر الماضية باجتياح بري إليها، يعني ماذا عن الخطورة الآن أو وضع مبرر للقيام بعملية عسكرية تشن على مدينة رفح الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني إذا ما اتخذ الاحتلال الإسرائيلي ذريعة من هذه العملية العسكرية ومن هذا الحدث الأمني الصعب لاجتياح مدينة رفح، فإنه سيقوم بالتأكيد بقطع كل الطرق المؤدية إلى معابر غزة، معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح البري، وبالتالي سيمنع شريان الحياة من الدخول، وهو المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى سيكون هناك خسائر فادحة في صفوف الفلسطينيين المواطنين المكتظين في قطاع غزة، إما من خلال القصف المباشر للأماكن المأهولة بالسكان أو من خلال نقص الحاد في المستلزمات الحياتية من طعام ومن شراب، وكذلك النقص الحاد في الأدوية والعلاجات التي تعاني منه المستشفيات في قطاع غزة، وخصوصا أن معظم المستشفيات ومعظم المواطنين هم متركزين بالشكل الكبير في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. هذه العملية العسكرية ستؤدي إلى مجازر حقيقية، وهو ما حذرت منه جمهورية مصر العربية في أكثر من مناسبة، وكذلك حذر منه المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة بأن أي عملية عسكرية ضد مدينة رفح ستؤدي بالتأكيد إلى جرائم إبادة بحق الفلسطينيين. سأعود إليك بشير ونعود مرة أخرى إلى القدس المحتلة، مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسي، أعود إليك مرة أخرى دانا، ما الجديد لديك في هذا الحادث؟ يعني ما المعلومات المتوفرة إلى الآن؟ الجديد في هذا الموضوع هي التصريحات العنصرية التي بدأت تتوالى تعقيباً على هذه الحادثة. عضو الكنيسة أفيغدور ليبرمان كان قد قال قبل قليل بأنه يجب إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة فورا، ويقصد بذلك عدم إدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية. كذلك الحال بني جبير كان قد وجه رسالة إلى بنيامين نتنياهو قال علينا الدخول إلى رفح فورا. وكذلك الحال ما قلناه نقلا على لسان وزيرة الاستيطان الإسرائيلية التي قالت بأنه يجب العمل الفوري على الدخول البري إلى رفح. لربما هذه الحادثة سيتخذ منها أعضاء الكنيسة أو أعضاء الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا سببا وذريعة للبدء ولحث بنيامين نتنياهو على الدخول البري العسكري هناك، وخاصة أنه ما زال هنالك قدرات عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية
قادرة أن تضرب إسرائيل في عقر دارها وأن تضربها في الأماكن التي كانت قد أعلنت أنها منطقة عسكرية مغلقة كحال مستوطنات غلاف غزة، والتي بدأت بالفعل في إقامة جدار أمني هناك والبدء عن إقامة منطقة عازلة خوفا من أن تشكل وقطاع غزة ككل يشكل قطاع غزة ككل خطر يهدد مستوطنات غلاف غزة لتبدأ في عملية إعادة المستوطنين الذين تم إجلائهم بعد 7 أكتوبر. ولكن هذه الحادثة ننوه أن هنالك حظر نشر من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على معلوماتها، وعادة عندما يكون هنالك قرار في حظر النشر من الرقابة العسكرية هذا يعني بأن الإصابات هم من صفوف جنود الاحتلال، وإن كانت الإصابات من صفوف الجنود هذا يعني أيضا أن يكون هنالك شح في المعلومات والتصريحات الصادرة. ما اكتفى به المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام الناطقة في العربية في خاي أدري قوله بأن هنالك إغلاق لمعبر كرم أبو سالم ردا على العملية أو على الأحداث الأخيرة بالقرب من النقطة هناك، والحديث أيضا عن الإصابات كان على لسان فقط وما تنقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي. حتى هيئة البث الرسمية تقول أن الإصابات هم فقط 5، في حال كان هنالك يعني وسائل إعلام إسرائيلية وعلى رأسها القناة 12 الإسرائيلية التي قالت بأن هنالك ارتفاع في عدد المصابين إلى 7 منهم 3 خطيرة، وكان هنالك ما يدلل أن عدد الإصابات أكثر مما يتم الإعلان عنه هو مقاطع الفيديو التي تظهر المروحيات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تنقل هذه الإصابات ووصول أيضا مركبات وسيارات الإسعافات. هذا يعني بأن أعداد الإصابات أكثر بكثير مما يتم الإعلان عنه، ولهذا كان هنالك حظر نشر معلومات. ننوه أن المروحيات العسكرية قامت بنقل الحالات التي وصفت بالحرجة والخطيرة وهي 3 من أصل 7 كما ذكرنا، نتيجة سقوط شظايا القذائف التي أطلقت من منطقة في رفح حسب التقديرات الإسرائيلية العسكرية، وهذه الرصقة الصاروخية كانت قد ضمت 10 صواريخ على حد تعبير بيانات جيش الاحتلال. كذلك الحال نتحدث أن الإصابات تم نقلها إلى أقرب نقطة من منطقة مستوطنات الغلاف وهي مستشفى تروكو في بئر السبح. طيب يعني دانا يعني في هذه النقطة نتحدث لأنه قبل ذلك كان هناك حوادث أكبر من هذا الحادث في عدد القتلى والمصابين، مثلا تفجيرات لمنازل يوجد فيها جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير وغيره من الحوادث، لكن في هذا الحادث يعني الغموض الذي يلف نشر المعلومات كما قلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث لأنه في هذا الحادث في كرم أبو سالم هناك حظر لنشر معلومات، فلماذا يأتي هذا الغموض في هذا الحادث بالتحديد؟ قبل نشر المعلومات عندما يكون صادر عن أوامر عسكرية إسرائيلية هذا يعني كما ذكرنا أن الإصابات هي في صفوف جنود الاحتلال، وعندما يتعلق الأمر في جنود الاحتلال عادة لا يتم الإعلان عن قتلى أو مصابين في جيش الاحتلال إلا في بروتوكول خاص يتمثل في إخبار العائلة أولا من قبل قائد الكتيبة التابع لها الضابط أو الجندي المصاب، ومن ثم إذا كان هنالك قرار من العائلة بالإسفاء عن مقتله أو عن إصابته وما إلى ذلك. لذلك هذه الأنباء الأولية والتي فيها لغط في عدد الإصابات وخاصة هذا ما دفع حظر النشر للحديث أن الإصابات كما وصفت ونقلت من محللين عسكريين ومراسلين عسكريين لصحف إسرائيلية أكدت هذا الخبر، وبعدها كان هنالك حظر النشر، وخاصة أن هذه المنطقة والبقعة الجغرافية التي حدثت فيها هذه الواقعة والحادثة هي نقطة حساسة كون الصواريخ كانت قد سقطت خارج غزة. كل الإصابات بعد 7 أكتوبر التي كان يتحدث فيها جيش الاحتلال عن جنوده كانت في داخل القطاع، وهذه نقطة مفصلية وهامة بأن الإصابات اليوم والآن كانت خارج حدود قطاع غزة في داخل مستوطنات غلاف غزة في الوقت الذي يكون فيه هنالك دعوة لكابينيت الحرب لمناقشة صفقة التفاوض ولمناقشة أيضا الدخول البري العسكري إلى طيب يعني
هناك نقطة مهمة قبل أن تغادرين دانا يعني سريعا، وهو أن الكل يتحدث، وحتى هناك يعني بالأمس يعني قائد سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يتحدث على أن الحرب على قطاع غزة لم تنجح وفشل جيش الاحتلال في تحقيق الأهداف المختلفة. ما يحدث الآن من إصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافات صاروخية لقواعد عسكرية أو حتى لمحيط هذه القواعد العسكرية، ما ردة الفعل في الداخل الإسرائيلي وخاصة عند أهالي المحتجزين الإسرائيليين نتيجة لما يحدث؟ أهالي المحتجزين ضد المقاومة الفلسطينية حسب آخر استطلاع لمعاريف فإن نسبة 54% من الشارع الإسرائيلي ككل وليس فقط العائلات لا تريد الدخول البري العسكري إلى رفح، خوفا على حياة المحتجزين التي تقول المعلومات الاستخباراتية العسكرية الإسرائيلية بأنهم متواجدون هناك، لذلك لا يريدون عملية عسكرية في رفح، وهذا ما أثار وهذه نقطة الخلاف في الشارع والحكومة الإسرائيلية. ناهيك أن هنالك لوم لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي الذي تباهى أمس من خلال تصريحاته بأن هنالك تحشدات كبيرة لدبابات ولجيش الاحتلال متواجد في هذه النقطة تحديدا التي حدثت فيها واقعة اليوم. هنالك ربط إسرائيلي ما بين هذه التصريحات وبين هذه العملية، وكأنهم يقولون أن فصائل المقاومة استغلوا هذه المعلومات التي صدرت على لسان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وتأكدوا من أن هنالك يوجد جنود ويوجد دبابات وبأنهم هدف سهل لفصائل المقاومة الفلسطينية. وما حدث اليوم هو نتيجة ونتاج لهذه التصريحات غير المسؤولة إسرائيليا والتي تحرض سواء الشارع الإسرائيلي التي يقوي حركة حماس على حد زعمهم من خلال هذه التظاهرات المختلفة، ولربما سيكون لهذه الحادثة تبعيات وتداعيات كثيرة، وخاصة أنه في تمام الساعة الخامسة سيكون هنالك اجتماع لكابينيت الحرب لمناقشة الدخول البري العسكري لرفح في ظل الأصوات الإسرائيلية التي تنادي بضرورة الدخول البري الفوري إلى رفح تعقيبا وردا على هذه العملية الأخيرة. عندما يرشح أي جديد في هذا الأمر سوف نكون معك فيه بالضرورة، لكن أشكرك إلى الآن على هذه التفاصيل من القدس المحتلة كنت معي فيها دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. إذن أبقى معكم في هذه التغطية للتطورات في محيط الجانب الإسرائيلي من كرم أبو سالم، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مقتل جنديين مع إصابة آخرين نتيجة لقصف صاروخي من قطاع غزة استهدف موقعا بالقرب من المعبر. أكدت فصائل فلسطينية من جانبها على قصف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة كرم أبو سالم، وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى قصف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى. وقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحدث في الجانب الإسرائيلي من كرم أبو سالم غير عادي، مشيرة إلى أن الجيش استدعى مروحيات لنقل المصابين. إذن فصائل فلسطينية تعلن مسؤوليتها عن هجوم بقذائف مورتر على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم مع استهداف قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. يعود إلينا من رفح الفلسطينية ومعه المزيد من التفاصيل بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أعود إليك مرة أخرى بشير، ترى ما الجديد أو المستحدث في الذي وقع من قصف صاروخي قالت فصائل فلسطينية أنها استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية؟ يعني قبل الحديث عن ذلك أود التنويه بأن شهيدا وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى عقب قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غاراتها باتجاه منطقة قرية المصدر في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى، مما أدى إلى ارتقاء هذه الشهيدة وإصابة عدد آخر من المواطنين. هذه الطائرات الإسرائيلية لا زالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة بشكل عام وتقوم بتكثيف غاراتها باتجاه مناطق متعددة في القطاع. أيضا المنطقة الشرقية لمدينة رفح لا زالت تشهد قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية. قد تكون الساعات القادمة يعني
تحمل المزيد من الأخبار وطبيعة الرد الإسرائيلي، خصوصا ونحن ننتظر أن يكون الاجتماع الكابينت المقرر عند الساعة 5 من مساء هذا اليوم، وما يصدر عنه من قرارات خلال الساعة القادمة. خطورة ما يمكن أن يأتي من خلال المصابين والجرحى الذين قد يصلوا إلى المستشفيات المختلفة، هذه المستشفيات المتواجدة في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية أيضا غير مؤهلة لاستقبال مزيد من الحالات من الجرحى والمصابين بشير، فما الخطورة في هذا؟ يعني المستشفيات في قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان وهي تتعرض إلى قصف إسرائيلي عنيف وبشكل مباشر، استهدف المستشفيات ومرافقها الطبية والطواقم الطبية كذلك. لم يتبقى من هذه المستشفيات سوى 3 مستشفيات تقع في الوسط وفي الجنوب، وفي حال يعني نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بعملية عسكرية باتجاه مدينة رفح جنوب قطاع غزة فإنه سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، ولا تستطيع تقديم الخدمات القليلة للمرضى والجرحى هنا في قطاع غزة، خصوصا أن المنظومة الصحية باتت تعتمد بشكل أساسي على عملها على المساعدات الطبية التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية، وكذلك على الوقود الذي يأتي من خلال هذه الشاحنات لتشغيل المستشفيات، وبالتالي المنظومة الصحية في انهيار تام، وأي تعميق للعمليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه مدن قطاع غزة ومدينة رفح تحديدا سيؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية، وسيكون حياة المرضى والجرحى في خطر شديد. ابقى معي بشير جبر، سوف نعود إليك في مزيد من هذه التطورات مرة أخرى. من القاهرة ينضم إلينا دكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد تحية دكتور عبد المنعم، هنا حادث جديد أدى إلى إصابة 10 جنود أو أكثر، وهذا نتج من قصف صاروخي من قطاع غزة استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا بالقرب من معبر كرم أبو سالم. كيف تقرأ هذا الحادث دكتور عبد المنعم؟ أقرأ هذا الحادث بأنه عندنا كلا الطرفين وبما فيهم حماس في هذه العملية هي محاولة للضغط على محادثات القاهرة. حماس تقول لإسرائيل بوضوح أنها لا تزال قائمة، وأن القدر الهائل من الاستخدام للعنف الذي قامت به إسرائيل لم يجعلها يعني كسيحة أو غير قادرة على أن توجه طلبات للطرف الآخر. للأسف الشديد أن الجانب الإسرائيلي أيضا سوف يقوم بالرد، ويكون الخسائر كما استمعنا منذ قليل للأخ الذي علق على أننا نقترب بشكل كبير جدا من كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة كله، بكل المظاهر التي نعرفها، مستشفيات أطفال نساء إلى آخره. للأسف لا يوجد خلاص من ذلك، إلا أنه يعني عايز أقول للأسف أن ده يحدث بينما هناك إمكانية حقيقية تجري في مفاوضات القاهرة من أجل الخلاص من هذا المأزق الموجود لكل الطرفين حماس وإسرائيل أيضا، وأنه الاستمرار في مسألة الضرب والضرب المضاد بيجعل العملية تقترب بقى من يعني وضع بالغ الحرج، يمكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية كبيرة كنا قريبين منها منذ فترة قصيرة عندما جرى يعني توجيه الصواريخ والمسيرات الإيرانية إلى إسرائيل، وجرى العكس أيضا من جانب إسرائيل تجاه إيران. وللأسف فإن مصر يعني تدفع ثمنا لهذا النوع من المواجهة. طيب دكتور عبد المنعم، هذا كلام واضح، هناك قادة إسرائيليين كما تعلم سيدي يتحدثون على أن الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 7 شهور قد انتهت بحسب رأيهم، وأن الحديث الآن المهم في إسرائيل هو عودة المحتجزين، فكيف ترى هذه النقطة بالتحديد دكتور؟ هذه نقطة موجودة لدى الرأي العام الإسرائيلي وتزايدت جدا، لأنه معنى أيضا كل رفح حتى لو كلام من القيادة الإسرائيلية سليما، وهي أن هناك 4 كتائب
لحماس باقية في الأنفاق رفح، فمعنى ذلك أن الرهائن معرضين بشكل كبير جدا للقتل، وأنه سوف يكونوا ضحايا هذه المواجهة، ولذلك يضغطون بشدة على نتنياهو أنه يجعل أولوية لاستخلاص الرهائن على فكرة تدمير حماس. ده جزء من العملية الجارية، أن الرأي العام الإسرائيلي ابتدى يبقى فيه أنواع أكثر كثافة من المظاهرات موجودة طوال الوقت الخاصة بالرهائن، لكن كانت في معظم الأحوال عبارة عن آلاف، الآن بقت عشرات الألوف، وهناك ضغط على الحكومة، ومن هنا يبقى فيه احتمالات ل يعني حسابات إسرائيلية جديدة. لكن أنا شخصيا شايف أنه يعني إحنا وصلنا لنقطة حرجة جدا، العرض المصري فيها أنا أعتقد أنه يوفق بشكل ماهر وبقدرة دبلوماسية ماهرة، يعني أنه يحقق مطالب الطرفين الإسرائيلي وحماس، لذا فالأمر بات يتوقف على موقف صلب من كلاهما. يعني حتى أمس كان متصورا أن الجانب الإسرائيلي بالذات الجانب المؤسسات الأمنية الإسرائيلية توافق على العرض المصري، باتت المسألة متوقفة على الجانب الحمساوي، والحمساويون قالوا بالفعل أنهم قادمون إلى القاهرة بنفس إيجابي، وأنهم يعني سوف يحاولون يعني إنضاج الاتفاق الموجود، وهو معناها تقديم تحسينات فيه هنا وهناك، كان في تقديري أنها سوف تكون زيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين، وهؤلاء يعني إسرائيل كانت فيها مرنة من الأصل، يعني البداية كانت واحد تفرج عن ثلاثة، ثم بعد ذلك الحديث عن واحد تفرج عن ثمانية، يعني إذا طلبت حماس يبقوا تسعة، ربما لن يغير من الأمر كثيرا. لكن يعني ما نسمعه من مواجهة عسكرية بتخلق يعني بيئة عنيفة تجعل تضر كثيرا بالمفاوضات الجارية. يعني هنا كما تحدث دكتور عبد المنعم، يعني هذه المفاوضات المصرية حقيقة اعتبرها مراقبون من الجانبين بأنها من أهم المفاوضات المكوكية التي تمت وتحمل رسائل مهمة لوقف الحرب على قطاع غزة، لكن كما قلت دكتور عبد المنعم الرد والرد المضاد، خطورة هذا في عرقلة الأمور. يعني عندما نتحدث مثلا على أن بنيامين نتنياهو يقول أن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة في مقابل إطلاق سراح المحتجزين، يعني تطور جديد وملحوظ، وأشار إلى أن إسرائيل لن تقبل شروط تصل إلى حد الاستسلام، وقال أيضا أنه سوف يتم مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب. فكيف ترى دكتور عبد المنعم مثل هكذا تصريحات؟ أنا هاخد النقطة الأولانية اللي حضرتك قلتها. أنا رأي مصر بتقوم بجهود رائع، يعني ينبغي للمصريين كلنا نبقى فخورين به، وأنا أقول ذلك من دارس لعمليات التفاوض العربية الإسرائيلية والمصرية الإسرائيلية منذ يعني سنة 70 حتى الآن. يعني كنت شاهد حضرتك يعني بصورة واضحة على هذه المفاوضات المصرية المستمرة في أكثر من أمور، والمباحثات كما قلت والحوارات والمحاور والاستراتيجيات اللوجستية في الناحية السياسية التي تؤدي إلى تهدئة الأمور وبالتالي حل مشاكل كانت أصعب من هذا. لكن للأسف الشديد ما احنا أيضا لدينا يعني حماس قامت بما قامت به دون أن يعني لم يكن هناك يعني شارة لا عربية ولا فلسطينية في ذلك. للأسف الشديد منطق الميليشيات عادة بيتصور أن هناك حروب دائمة، وأنه من الممكن أن يكون هناك يعني انتظار لكي تكون حماس مثل طالبان تحصل على 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 كل شيء بعد 20 سنة. للأسف ده بيعرض الشعب الفلسطيني لخطر بالغ، ويعرض المنطقة كلها يعني تدمير النزعة الإصلاحية والتقدمية الموجودة في كثير من الدول العربية الآن، وتريد أن يعني ننتهي من هذه النزاعات بالسلام، ثم بعد ذلك يعني نقوم بعملية البناء والتعمير الواجبة
إزاء الشعوب الموجودة في المنطقة. نعم. المنطق الميليشيات للأسف الشديد بيبقى دايما قاصر النظر. طيب يعني في الداخل الإسرائيلي دكتور عبد المنعم، برغم من هذا هناك خلافات كما تعلم حضرتك أكثر مني في مجلس الحرب والكابينت، هناك مثلا متطرفون في الليكود اليميني، صقور لا يريدون إيقاف هذه الحرب، هناك عدد كبير حقيقة يريدون إيقاف هذه الحرب بعد الذي حدث اليوم مثلا وردة الفعل كما قلت دكتور عبد المنعم متوقعة من الجانب الإسرائيلي. كيف ترى الأمور بالنسبة لمجلس الحرب والكابينت الإسرائيلي؟ والله يعني أنت زي ما يكون عندك يعني جيم وبعدين بتبتدي من الأول، يعني كل ما يعني بقول أنه كانت الجولة الأخيرة هي التي لدينا الآن في القاهرة. لا أظن أن العالم هيبقى إلا إذا كانت هناك جولة أخرى من العنف ثم بعد ذلك يطلب منا التدخل، لأنه الحالة الإنسانية فيها نوع من الاستخدام من جانب حماس كنوع من الدروع لاستمرار الحرب، وهو أمر كارثي بكل المعايير. وربما آن الأوان إن احنا نتحدث عن ذلك بطريقة أكثر صراحة، لأنه وأيضا الحديث مباشرة للشعب الإسرائيلي فيما يتعلق إن أمامهم اختيار هام بما بين يعني البقاء في المنطقة وأن تكون هناك علاقات سلام وعلاقات إيجابية، مصالح مشتركة قائمة على مصالح مشتركة، أم أنه إحنا هنبقى في إزاء حرب طويلة. أنا أعتقد أنه الرسالة وصلت لنتنياهو بتصريحه التي أشرت إليه أنت الآن، أنه على استعداد للقبول بخروج الرهائن وأنه يقبل بوقف إطلاق نار. لكن أنا ما أعرفش، لا أعرف ما الذي يحدث الآن في الدولة، وعما إذا كانت حماس عندما تحدثت عن إنضاج الاتفاق حاولت أن تنضجه بنيران يعني مطالب مستحيلة يعني أو تعرف أنها مستحيلة وأن نتنياهو لن يستطيع القبول بها. حماس كان لديها يعني هامش بسيط يمكنها أن تستخدمه، وهو المطالبة بمزيد من إطلاق الأسرى الفلسطينيين. نعم. لكن لا أعتقد أنه لا نتنياهو ولا مجلس الأمن الإسرائيلي ولا الكابينت الإسرائيلي يمكن الشعب الإسرائيلي يقبل أنه هو سوف يعني حتكون المسألة قائمة على أنه يعني حماس تقدر تقول أنها تأخذ وقف إطلاق نار كامل. نعم. وانسحاب إسرائيلي كامل، وبعد ذلك تفرض فروض التسوية القادمة في نفس الوقت. هيكون ده صعب، يعني صعب صحيح. جدا، ويعني لا أعتقد أنه هو داخل في إطار الفرصة اللي هي مقدمة ليهم، لانه هو حماس واستغلال الفرصه. دكتور عبد المنعم وانت خبير يعني في هذه الناحيه يعني بشكل كبير، مهم طبعا المرونه في حتى العرض واتاحه الفرص المتاحه هو المهم. هي الفرصه متاحه بالفعل، ووجود بيرنز جاي من امريكا، عشان ذلك جميع الاطراف في الحياه بتساعد المبادره المصريه خلال هذه المرحله. المشكله الاساسيه ان حماس يعني لا يوجد لديها قلب بالنسبة للشعب الفلسطيني، تعتبرهم كلهم شهداء وكفى، وإن هي تقريبا كفاءتهم بالموت، ومن ثم سوف يذهبون إلى الجنة. يعني الفكرة المرتبطة بحماس، وهي فكرة إخوانية في الأساس من الإخوان المسلمين، وده اللي خلى يعني شعوب كتير من المنطقة تتعرض لكثير جدا من الضحايا والكوارث الكبيرة يعني. طيب. إنما هي يعني ربما آن الأوان إن إحنا يعني يبقى في بعض الصراحة في التعامل مع هذا الموضوع. يعني. طيب دكتور عبد المنعم، يعني هل عندما تحدثت عن الجانب الأمريكي ودور الإدارة السياسية الأمريكية، يعني أنت تعلم حضرتك أن جو بايدن الرئيس الأمريكي يرى أن نتنياهو يتجه إلى حرف المشهد أو يحاول أن يبتعد عن هذا المشهد، نتيجة طبعا لأنه يضع جو بايدن في زاوية، وخاصة أن هناك انتخابات رئاسية أمريكية قادمة،
فكيف ترى أهمية الضغوطات الأمريكية وأنها يمكن أن تمثل حلا لهذه المشكلة بعيدا عن رؤية جو بايدن بأن نتنياه يتجه إلى حرف هذه القضية أو هذه المسألة؟ يعني جو بايدن يعني يستند هنا الأمر هام لازم أن احنا نضعه في تفكيرنا، وهو أن هناك علاقة عضوية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. يعني إسرائيل عاملة زي ما يكون الواحد عنده ابن وشوية عاق أو بيتصرف تصرفات لا يرضى عنها، إنما يظل ابنه في النهاية. إسرائيل وأمريكا لديهم علاقة عضوية، إسرائيل تؤثر في السياسة الداخلية الأمريكية والولايات المتحدة تؤثر في السياسة الداخلية الإسرائيلية. فهناك مساحة نشأت من البعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة الوضع الإنساني في غزة، وأيضا الاستجابة من الشعب الأمريكي لهذا الوضع الإنساني والمطالبة بالتدخل. لكن أنا رأي أن هناك مساحة ليست كبيرة لدينا في هذا الشأن، لأنه كإسرائيل في الآخر والولايات المتحدة سوف تكون معها، أن اللوم سوف يكون كبيرا على حماس. وأعتقد في الفترة الأخيرة أن هناك تأكيد سواء من بايدن أو من بلينكن أو من بيرنز اللي هي الممثلين للولايات المتحدة الأمريكية، أن الكرة الآن بكاملها في ملعب حماس. وتطل أيضا يعني دكتور عبد النعم كما قلت برأيك منذ قليل، تطل مسألة المصالح المشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة المنتدى منذ يعني عقود. يعني هو في حاجات كثيرة المنطقة بتتغير، وأعتقد أنه الولايات المتحدة عندها أيضا شايفة أن إيران بتحاول أن تستغل هذه الأزمة، أن الأزمة أدت إلى إعاقة الملاحة، والوضع ده في أمريكا حتى موجود في الدستور الأمريكي له علاقة في الدفاع عن حرية التجارة في البحار العالم المختلفة. أعتقد أنه برضو الصبر المصري له يعني سقف، يعني إعاقة الملاحة بالنسبة لقناة السويس في مصر. فإحنا يعني إحنا إذا لحظة بالغة الحرج يجي حادث زي اللي تحدثت عنه عند المعبر، يعني يشعل وضع بينما انت على مائدة المفاوضات، ده اصلا يعني يدل على سوء نية واضح، وربما يكون توجيه من قوى اخرى. يعني الواحد يعني بيدعو الله انه يعني يهدي الجماعة الحمساوية، انه هو يعرفوا ان لديهم فرصة ذهبية اذا لم يستغلوها هيعرضوا الشعب الفلسطيني لألم بالغ، وهيعرضونا في المنطقة كلها إلى عدم استقرار يعوق عملية التنمية. وطبعا يعني كلمة مهمة أخيرا يعني من حضرتك، وهو فعلا يعني التاريخ السياسي يشهد بما جاء من مفاوضات، إن لم تستغل هذه المفاوضات كما قلت دكتور يعني لن يأتي هذا بجديد. سيدي الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا. أشكر أيضا مراسلنا في رفح الفلسطينية بشير جبر، وأيضا نشكر من القسم المحتلة دانا أبو شمسية. كانت هذه متابعة حية مباشرة لآخر التطورات في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، بعد أن أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط قتلى ومصابين نتيجة لقصف من قطاع غزة استهدف موقعا بالقرب من معبر كرم أبو سالم. هنا القاهرة الإخبارية، شكرا لكم وإلى ملتقى.